بتطلعي بلا ميك اب، بتطلعي بتياب، يعني انت فنانه، انت نجمه، يعني في ابراز للمفاتن، انت ما بتعمليها ليه؟ ما بحب ارتكز على هول الاشياء، ما بيشبهوني. يعني بنرجع لقصه الشخصيه، انه انا مين بحس حالي اذا بطلع بالمرايه بشوف حالي. مش عم بقول لك بلاقي حالي احلى بنت بالدنيا، لا لا، من جوا ولا من برا. بطلع بالمرايه بشوف الاشياء اللي ما بحبها مثلنا كلنا. شو ما بتحبي بحالك؟ جوا ومن برا. من جوا ومن برا. عندك وقت؟ عندي وقت. انا بدي احكي انا والمشاهدين. شو اللي ما بتحبيه بحالك من جوا؟ من جوا في شغله عم جرب اشتغل عليها هلا صراحه، اللي هي انه كون مش هالقد قاسي مع حالي. يعني انا حدا كثير بقيم كل شيء، كل شيء بعمله، انتبهي يعني لطريقه بالتعب، مش بس بشغلي مثلا. المهم مهم الفنان يقيم حاله، ما في يمشي اكيد. وكمان يسمع نقد الناس، يرتكز على كم شغله ليطور حاله، هذا شيء طبيعي. بس في مطارح الواحد لا، لازم شوي يرخي حاله، يعني مش بكل شيء هالقد لازم نكون دقيقين وبرفكشنست. لا، هون ليه قلت هيك؟ هون ليه عملت هيك؟ هون كان احسن اعمل هيك. بكثير مطارح فكر بيني وبين حالي انه خلص روقي، كلنا بنغلط. رقتي ولا بعد؟ عم بشتغل عليها، كثير صعبه. شو ما بتحبي من برا بشكلك الخارجي؟ شكلي الخارجي بكل صراحة، في كثير اشياء بصراحة، يعني اشياء صغيرة ويمكن اذا دليتك عليهم بتقولي ما مبينة، بس انا ما بشوف غيرها. يعني شو؟ بس انا لا، رح اعطيك شيء اكزامبل ما خصو بوجهي. مثلا نحن ربينا بمجتمع في شكل لجنس البنت، في صورة نمطية، شفتي انه شيء دقيق، يعني حتى عقلي ما بده اعمل جملة راكبة. في صورة للبنت نحن بنحب نشوفها بهالمجتمع من نحن وصغار ربيانين عليها. نعم. سو نحن في هالايماج انه انت لازم تكوني ضعيفة لتكوني حلوة، يعني حتى من ايام المدرسة عندي هالصورة انا بتذكرها، انه البنات اللي كثير كانوا ضعاف كانوا اكثر بنات هيك اذا بدك popular ويحبون وانا ولا مره كنت سكني، يعني انا ولا مره كنت كثير ضعيفه، ولا مره كنت من هول البنات. فكنت كثير اشتغل على شخصيتي، انه اشتغل انه اكون انا اكثر وحده بضحكهم، او اكون انا اشطر وحده بالصف، او اكون انا، يعني كنت عم جرب عود بشخصيتي على هول الاشياء الجسديه اللي انا يمكن كنت احسهم بطفولتي مش موجودين. يعني انتبهي، انا ما كان عندي مشاكل صحيه انه اكون مثلا بدينة أو عندي شيء معقول يأثر على صحتي، بس الأولاد شوفي شو بيتأثروا بأشياء صغيرة، يعني يمكن 2-3 كيلوغرامز. خلوني أنا بيني وبين حالي. اشتغلتي على شيء تاني؟ اشتغل على شيء تاني. بس أنت اليوم نحيفة، أنت اليوم عندك مقاييس النجومية، بس ما أني سكني، وأنا بحب هالشيء. يعني أنا بحب اليوم وبكرة يمكن مع أولادي وبناتي بحب هالصورة تتعدل شوي، لأنها ظالمة للبنت. يعني نحن فينا نتقبل شاب يكون عنده كرش، بس إذا بنت عندها بطن شوي ولا وراك ولا، دغري النظرة بتتغير عليها.